وهذا سائل يقول: إذا أخرج العلماء أحدا من أهل السنة ووجد له أتباع يتعصبون له، هل نلحقهم به؟ وإذا كانوا من الأقارب هل نهجرهم؟ أول شيء إن الحكم على الناس بالضلال والحكم عليهم بالفسق أو الكفر أو الخروج من مذهب أهل السنة، هذا لا يحتاج إلى علماء يفهمون العقيدة ويفهمون المكفرات ويفهمون مذهب أهل السنة والجماعة. أما ما يتراشق به الشباب اليوم والمبتدئين بطلب العلم فهذا جهل، لا يجوز لهم الحكم على الناس بالفسق أو بالضلال أو بالكفر أو بالخروج من مذهب أهل السنة وهم لا يعرفون ولا درسوا العقيدة. فينبغي التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل فيها، وأن توكل إلى أهل العلم الراسخين في العلم. نعم.